أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا نستمر معكم في هذه التغطية الخاصة عبر قناة ليبيا الحدث لانتصارات القوات المسلحة خلال الساعات الماضية في منطقة المنشآت النفطية ومنطقة الهلال النفطي. تأكيدات من مصادر عسكرية خلال هذه التغطية، الضيوف الذين اتصلنا بهم والمسؤولين العسكريين أكدوا السيطرة الكاملة على رأس لنوف، أكدوا السيطرة الكاملة على السدرة وعلى مداخل وبوابات إجدابية وأحياء مدينة إجدابية تقريبا بالكامل باستثناء حي واحد فقط فيه بعض المنازل التابعة للجدران. الآن في هذه الأثناء تدور اشتباكات في محيط تلك المنطقة، وتأكيدات من العقيد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات إجدابية على أن الساعات القادمة سوف يحسم الأمر لسيطرة القوات المسلحة. ميناء زويتين، الآن كل الأنظار تتجه إلى هذا الميناء الهام، قوات الجدران محاصرة هناك والجيش يقوم بتطويق المنطقة. أيضا النداءات لعناصر حرس المنشآت الذين لا زالوا يتبعون الجدران لم تتوقف بالانسحاب وبالعودة إلى حضن المؤسسة الشرعية وحرس المنشآت الشرعي بقيادة العميد مفتاح المقريف. اليوم خلال اتصالنا به في هذه التغطية أكد أيضا على أن الباب لا زال مفتوحا لهؤلاء وأن الجيش يرحب بانضمام هؤلاء للشرعية. أكدنا وأيضا يعني الباشا صالح لطيوي والشيخ قبيلة المغاربة أكد مرارا وتكرارا على أن على هذه العناصر الانسحاب وتسليم أسلحتها والعودة إلى شرعية الدولة. وينضم إلي الآن خلال هذه التغطية مشاهدينا الكرام هنا في الاستوديو الأستاذ فرج زيدان الباحث القانوني. أستاذ فرج أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين. أستاذ فرج، كيف تلقيت هذه الأخبار، أخبار انتصارات القوات المسلحة على الأرض خلال الساعات الماضية؟ طبعا هو حقيقة ما أدهشني هو ساعة الصفر، يعني نحن كنا متوقعين بأن هناك عملية عسكرية لاسترداد سيادة الدولة وهيبتها وللحفاظ على ثرواتها. أنت تعلم بأن هذا المدعو إبراهيم الجدران الآن أدخل الدولة في خسائر كبيرة جدا تفوق 100 مليار دولار، وللأسف أصبحت ما نعانيه الآن من أزمات السيولة الآن مرتبطة أنت تعلم بمسألة بيع وتصدير النفط، باعتبار أن اقتصاد البلد حاليا هو اقتصاد ريعي قائم على فكرة أو مصدر الدخل الوحيد ألا وهو الطاقة أو النفط الخام. أضف إلى ذلك أن تدني سعر البرميل السعر العالمي لبرميل النفط، ولذلك هذا الشخص لذلك سبب أضرارا كبيرة جسيمة جدا للليبيين والاقتصاد الليبيين. المسألة الأخرى، ندرك بأن ثمة مؤامرة على اقتصاد الليبيين تقوم بها دول كبرى، الولايات المتحدة، بريطانيا على سبيل المثال، غيرها من الدول الأخرى التي ترعى مسألة الحوار السياسي الآن، والتي أصدرت بيانا فيما سبق عندما تقدمت قوى حدات الجيش باتجاه محيط الزويتين لو تتذكر أستاذ أحمد، خرجت إلينا تلك الدول الأوروبية ببيان تصعيدي، بيان تهديدي، تطالب بإدخال كامل الهلال النفطي من حقول ومواني تحت سيطرة المجلس الرئاسي. صحيح. دون قيد أو دون شرط. الرحلات المكوكية التي يقوم بها إبراهيم الجدران أحيانا وتارة فتحي المجبري ممثله داخل المجلس الرئاسي، كل تلك المسائل تقتضي أنه من الواجب على المؤسسة العسكرية أن تقوم بواجبها اتجاه أبناء وطنها للدفاع عن سيادة الدولة وكرامتها وعن قوت الليبيين. ولذلك حقيقة ما أدهشنا هو ساعة الصفر الآن التي انطلقت فجر هذا اليوم حقيقة، والتي ترتب عليها انهيار كبير جدا في صفوف مساندي الجدران. وحتى لا ننسى، نحن نثمن ونبارك كل مجهودات أفراد حرس المنشآت النفطية الذين أبوا أن يرفعوا السلاح باتجاه وحدات الجيش الليبي، وأبوا إلا أن ينحازوا لصفوف الشرعية، وأبوا أن يقتادوا أو أن يتم اقتيادهم وراء شخص للأسف أضر بالاقتصاد القومي وبالأمن القومي الآن. ولذلك كما قلنا نحن نبارك هذه العمليات، ولعلك لاحظت الفرحة الآن في عيون كل الليبيين الآن. ونحن نوجه نداء من خلال منبركم الكريم بالمجموعات التي لا زالت تتحصن في ميناء الزويتين الآن أن تسلم السلاح وأن تعود إلى حضن الوطن الآن. والقوات المسلحة والقيادة العامة للجيش لديها من الخطط
المتعلقة بإدماج واستيعاب هؤلاء، بل بالعكس أن يكونوا جنودا في صالح الشرعية بدلا من يكونوا جنودا في صالح الباطل أو إلى غيره. ينضم إلي الآن السيد أكرم البوعيشي آمر سرية بلال بن رباح. سيد أكرم أهلا بك. طيب مشاهدينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة عبر قناة ليبيا الحدث، وفقدنا الاتصال مرة أخرى بالأستاذ السيد أكرم البوعيشي آمر سرية بلال بن رباح. مرة أخرى أعود إليك أستاذ فرج زيدان، كنت تتوقع هذه النتيجة أو تحرير هذه الموانئ بهذه السرعة؟ طبعا أنا كنت أتوقع، لأن ثمة الترتيبات قبل الدخول في ساعة الصفر أو إعلان ساعة الصفر، تم الترتيبات على المستوى الاجتماعي، أقصد أعيان ومشايخ القبائل في كل منطقة الهلال النفطي، سواء في بشر أو في البريقة أو في جدابية وغيرها من المناطق، لأن الخصم أو العدو، ونقصد تحديدا إبراهيم الجدران، يحاول إدخال الجيش في مشاكل ذات طبيعة أهلية، ذات طبيعة مناطقية قبلية. طيب. ولذلك الجيش لا يمكن أن يعطيه هذه الورقة. طيب. الآن اسمح لي فقط وأعتذر منك مرة أخرى، ينضم إلي السيد أكرم البوعيشي آمر سرية بلال بن رباح. سيد أكرم هل أنت معي؟ أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بك. بداية ضعني في أسماء الكتائب والسرايا التابعة للقوات المسلحة التي شاركت في عملية اليوم. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يسعني إلا أن نترحم على شهداء ليبيا من ضباط وضباط صف وجنود والشباب المساند، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. طبعا انطلقت صباح اليوم عملية البرق الخاطف. نعم. وطبعا وكانت هذه العملية طبعا مجهودات كبيرة جدا في هذه العملية، ودرست هذه العملية تحت إشراف مجموعة من الضباط، ولله الحمد والمنة تمت السيطرة على المنطقة من السدرة إلى مطار الصنوف. طبعا مطار الصنوف وميناء الصنوف وميناء سيبة وخزنة سيبة وميناء السدرة وخزنة السدرة، تمت السيطرة على هذه المنطقة في ظرف ساعة واحدة فقط. انطلقت العملية منذ الساعة 7:30 صباحا، وتمت السيطرة على المنطقة الساعة 8:30 صباحا. وطبعا هذه العملية طبعا كانت تحت إشراف سيادة الفريق بالقاسم، خليفة بالقاسم حفتر. وطبعا عهدنا الفريق بأنها سوف تكون عملية كالبرق، وفعلا كانت عملية سريعة. تم دخول المنطقة من ثلاث محاور، محور من محور خزانات السدرة ومحور الفيبة ومحور المطار رسمنوف. طبعا تمت السيطرة على المنطقة ولم تكن هناك مقاومة كبيرة، كان هناك تنسيق كبير مع مجموعة من الشباب من منطقة رسمنوف، وكانوا عند حسن الظن، ذللوا لنا الصعوبات وكانوا يدا بيد مع قوات الجيش الليبي. هناك مجموعة كبيرة من الشباب الذين سلموا أنفسهم وأسلحتهم وعرباتهم، ولله الحمد تم الحصول على عدد كبير جدا من الآليات، يعني العربات يفوق 35 عربة، وهذا ليس رقم وهمي بل على أرض الواقع، ومجموعة ثلاث دبابات ومدفع هاوزر وعربات نقل الذخائر وعربات نقل الدبابات، يعني تم السيطرة بالكامل ولله الحمد. الناس هنا في هذه المنطقة، منطقة رسنوف، كل تركيباتها وكل قبائلها رحبوا بالجيش الليبي وكانوا عند حسن الظن، ولله الحمد المنة، لأن الوضع هادي جدا جدا، الوضع تحت السيطرة تماما. نبشر كل الليبيين شرق البلاد وفي غربها وفي جنوبها بأن مقدرات الشعب الليبي تحت أيدي أمينة وتحت أمرة البرلمان. نحن لا نملك القفل ولا نملك الفتح بل التأمين فقط، كلفنا بالسيطرة على المنطقة وبتأمينها بإذن الله. فنبشر كل الليبيين بأن المنطقة بكامل تحت السيطرة بدون أي أضرار بدون أي خسائر،
لا في الأرواح ولا في الآليات ولا في العتاد. نعم. أيضا هناك صدر اليوم قرار من القائد العام بتكليفكم بحراسة المشاة النفطية وتبعيتكم إلى غرفة عمليات سرت الكبرى الواقعة من حدود رأس لنوف حتى سلطان. نعم، تم التكليف طبعا منذ فترة من الفريق ركن خليفة بالقاسم حسر بتأمين المنطقة من رأس لنوف إلى سلطان غربا وبما فيها المنشآت النفطية والمناطق السكنية، وهذه المنطقة طبعا بالكامل بجميع تركيباتها وقبائلها مع قوات الجيش الليبي وعلى اتصال بنا وهم في انتظار الجيش. تو نحن بإذن الله على مشارف مدينة بن جواد من الجهة الغربية وعلى اتصال بنا لسكان مدينة بن جواد وما بعد بن جواد النفلية وأم القنديل وأبو سعدة والتسعين وهراوة في انتظار الجيش. هم الآن اتصلوا بنا وفرحانين ومبسوطين بهذا النصر الكبير. نتمنى من جميع الناس أن يكونوا عند حسن الظن وأن يلتفوا مع الجيش الليبي، وأن أيضا جميع المؤسسات المدنية داخل المنطقة بالكامل أن تكون يعني عند حسن الظن. طبعا هناك عدة أمور حساسة في المنطقة، يجب على المسؤولين أن يتخذوا موقف وموقف جاد بما فيها طبعا السيولة، بما فيها البنزين، بما فيها الغاز، بما فيها الدقيق. أي تقصير من هذه الجهات حيكون تقصير مقصود وحيتعرض للمساءلة وحيتعرض للمحاسبة. فنتمنى من الناس أن يتكاتفوا في هذه المنطقة. هذه المنطقة طبعا منذ 5-6 سنوات عانت الويلات، عانت الحروب، هجر أهلها ونزح أهلها شرقا وغربا. فالآن فرحانين بجية الجيش ومبسوطين بإذن الله سوف يتم تفعيل المديرية والحرس البلدي والنيابة العامة، كل هذه الأمور سوف تفعل وسوف ترجع الحياة بإذن الله إلى طبيعتها في هذه المنطقة بإذن الله. إذن تتحدث الآن سيد أكرم البعيشي عن المناطق، منطقة بن جواد ومحيطها أيضا وأهل هذه المناطق الآن الذين يدعونكم للقدوم وتأمين المنطقة. طيب ابقى معي السيد أكرم البعيشي لو سمحت لي. ينضم إلي الآن الباشا صالح لطيوي الشيخ قبيلة المغاربة. باشا صالح أهلا بك. أهلا بك يا سيد. كيف تعلق أو كيف تلقيت اليوم هذه الأخبار، أخبار انتصارات القوات المسلحة وعودة المنشآت النفطية إلى حضن الشرعية باشا صالح؟ والله بصراحة أول مرة أسألك. سنة طيبين، الشعب الليبي كل الشعب الليبي بخير بعون الله. وإحنا طبعا كان وقحة يعني أسعد خبر سمعناه وأن إحنا نتلقى خبر عودة المواني النفطية والمرافق النفطية إلى حضن الدولة وإلى سيطرة الدولة. هذا بالنسبة لنا احنا اعتبر خبر سعيد وفصل سعيد، ولا اعتبروه عيد سبق العيد يعني بصراحة. فاحنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أول أهل المنطقة حتى أهل منطقة خليج السدرة بالكامل، هؤلاء الناس كانوا ينتظرون الجيش بفارغ الصبر، كانوا يعتبروا أنفسهم في وضع صعب، وان يعني من وراهم برنامج معين كيف يتم التخلص من هؤلاء. القصة كانت صعبة جدا وكانوا في انتظار الجيش بالفعل، والآن الحمد لله وصل الجيش، وصلوا أبنائهم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المناطق وإلى المرافي النفطية، وأصبح تحريرها الحمد لله بأبسط الطرق وبأسهلها. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس كلها تحب بعضها وتحب الوطن. فاحنا متفقين في حب الجيش وفي حب الوطن. وبالتالي عندما قدم الجيش اني عند حاجة على رأي المثل العالي اللي فيه حاجة ارماها، وكنا مستقبل الجيش بكل ترحاب وبكل رحابة صدر، والان مبسوطين فرحين يتصلوا بينا فرحة بهذا الحدث حقا. طيب والكثير ايضا يثمن دوركم انتم شخصيا باشا صالح في النداءات المتكررة التي اطلقتموها وكان اخرها اليوم للعناصر الذين
لا زالوا متمسكين بإبراهيم الجذران ولا زالوا مصرين على عدم الانصياع للشرعية إلى ضرورة الانسحاب. البعض أيضا قال أن هذا الأمر الذي مهد الطريق للقوات المسلحة لتحرير كل هذه المناطق دون إراقة الدماء. مرة أخرى الباب لا زال مفتوحا لكل هذه العناصر لتعود إلى شرعية الدولة، ليس كذلك باشا صالح؟ يعني الباب ما زال مفتوح، والوطن للجميع، والليبيا للجميع، والنفط لكل الليبيين. واحنا بالنسبة للشباب اللي تم التغرير بهم ولا اللي انضحك عليهم، الناس البسطاء اللي يعني أقل شيء عطوهم فكرة سيئة عن الجيش ولا عن القيادة العامة ولا عن البرلمان. هؤلاء الناس اللي يزرعوا بينهم بالفتنة ما بين الشباب وما بين حكومتهم وبرلمانهم وشعبهم وقليمهم. هؤلاء الناس أنا أطالبهم إلى حد الآن يرجعوا. هم لا يعرفوا شيء، إحنا ما نعرفوش يعني. ما يعني شنو المعرفة اللي موجودة عن شباب تزيد على معرفة أباهم، معرفة شيوخهم، معرفة أيانهم. هم أبنانا يعني في النهاية بالكل، وأبناء يعني قبائلنا وأبناء منطقتنا، ولكن تم التغرير بهم بالفعل. كلمة غرر بهم تنطبق على هؤلاء الشباب بالفعل يعني. فأنا أطالبهم من خلال قناتكم الموقرة ومن خلال منبركم الموقر، وطالبهم بالعودة وبأن يرجعوا إلى أهلهم. اللي منهم يبي ينضم للجيش زي جيش الجميع ومستعد لاستقبالهم واحتواهم، واللي بيرجع البيت يرجع آمن وفي أمن وأمان وما فيش حد يسوره. نحن نطالبهم بالعودة ونضمن لهم الأمان والسلامة عندما يعودوا ولا يلتحقوا بالجيش ولا يرجعوا لبيوتهم ويرموا السلاح ويبتعدوا عن هذه التصرفات. طيب أنت باشا صالح شيخ قبيلة المغاربة الواقف منذ البداية مع المؤسسة العسكرية ومع شرعية المؤسسات في البلاد، اليوم تحدثني عن فرحة أهالي المنطقة بقدوم الجيش وبتحرير يعني المنشآت النفطية، قوت الليبيين، النفط، مناطق التصدير، وأيضا بعد السيطرة كما نعرف على الحقول النفطية. لكن اليوم على سبيل المثال كان هناك تغريدة لمارتن كوبلر يعبر فيها عن قلقه لما قال بأنه هناك تقارير على اشتباكات في منطقة الهلال النفطي. السفير البريطاني أيضا يقول أننا نحن اليوم عشية عيد الأضحى ويجب أن يكون وقت سلام ومصالحة، ويستنكر ما قال أنه اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي. اشتباكات على الإطلاق، والله لا توجد اشتباكات ولا يوجد أي ضرر. الناس مرتاحة والناس آمنة والناس فرحة وما فيش أي شيء. الحياة عادية طبيعية في السدرة، في راس النوم، في بالجوات، في بشر بريقة الزاوية، يعني جميعا كلها الحمد لله المنطقة مرتاحة ولا يوجد فيها أي شيء. اللهم إلا إذا كان فيه مجموعة معينة ما زالوا نحن قاعد نناشدهم ونطالب بعودتهم. أما كمدن ولا كقرى ولا كناس، الناس مرتاحة والناس مبسوطة وفرحانة بهذا الحدث بالفعل يعني. والله لا تبروه أجمل وأفضل حدث صار يعني، لأن هذا قوت الليبيين وأقل شيء يكون تحت سيطرة الحكومة الشرعية، تحت القوات المسلحة. هذا هو مطلب نحن ومطلب الليبيين بالكامل. وأن المطلب الكبير وهالحدث الكبير يتحقق بدون خسائر وبدون يعني فقد أرواح وبدون دماء، هذه نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. انتهى عهد الابتزاز والمقايضة باشا صالح بتحرير. نعم انتهى بالفعل. انتهى عهد المطالبة بالملايين وبالرتب وبالأدوار الظالمة والغير صحيحة، سينتهي بعون الله وانتهى بالفعل. الآن ثروة الليبيين بأيدي الليبيين وستكون بعون الله هي مصدر رزقهم اللي تسوق واللي تباع واللي تدر الربح على أبناء ليبيا، واللي تفك مشكلة السيولة ومشكلة الحاجة بالنسبة للليبيين بالكامل بعون الله. طيب الآن كل هذه المناطق التي تم تحريرها اليوم دون إراقة الدماء، لكن ميناء زويتينا الآن تتحصن فيه بعض العناصر التابعة لإبراهيم الجذران. وجهت كلمة الآن لهذه العناصر
ما الكلمة التي توجهها باشا صالح لطيوش وأنت شيخ قبيلة المغاربة لإبراهيم الجدران شخصيا بعد خسارته الآن لكل هذه المناطق التي كان يسيطر عليها وتحصنه في ميناء زويتينا؟ والله إبراهيم جدران أول مرة نقول له بالنسبة لنا احنا أول مرة هو راهو أحد أبناء قبيلة المغاربة، مش واحد ينكر أنهم من أبناء قبيلة المغاربة، ولكن شخص استغل واستثمر لوجود السلاح ووجود المنطقة وأهمية المنطقة وأهمية الموقع، تم استثمار سيء وتم توجيه سيء ولمصلحة ناس أخرى بعيدين عن المنطقة بعيدين عن القبيلة بعيدين عن الإقليم، يعني ناس ما عندهمش مصلحة في الوطن، مصلحتهم بأن تحطوا إيديهم على النفط وفي أن يستثمروا الاستثمار السيء ولأنفسهم ولمصالحهم. والآن الحمد لله قد تم التخلص بعون الله من الشراذم اللي كانت واضعة يدها على النفط، وأصبح النفط يد ليبيا اللي نقولها لإبراهيم، نقول له يا إبراهيم سعيد جدران أنت أحد أبناء قبيلة المغاربة وأنت بالفعل أخطأت في حق الشعب الليبي، هذا كلام يعني ما فيش، لكن أرجع إلى حضن القبيلة وأرجع إلى حضن الدولة وإلى حضن القوات المسلحة، وسنكون نحن يعني حريصين على أن حتى وأن تم التحقيق معك سيكون تحقيق عادل ولن تكون لديك أي مشاكل وانت راك عند هلك وبين عربك واللي حقه معك ليبيين ولن يكون لا نصيبك أي ضرر. هذا الكلام الصحيح اللي نقوله له إذا كان رجع، لكن على شرط أن يفك المجموعة هذه وأن يوجهها توجيه الحسن، وعند ذلك سنكون ونحن جميعا في عون ومساعدة إبراهيم ومحاولة يعني أقل شيء أنه هو ما يصلحش حد من هنا حد. هذا الكلام اللي نقوله. إذن الآن تجدد دعوتك لإبراهيم الجدران بالانسحاب باشا صالح، ويعني أنت تؤكد أن التحقيقات ويجب أن يسري القانون ويأخذ القانون يعني في هذا الأمر وضعه ويتم التحقيق معه، وأنت تضمن في النهاية أن يكون هذا التحقيق هو تحقيقا عادلا تحت الشرعية في النهاية. نعم. ولا نصيب أي شر ولا نصيب أي ضرر بعون الله، يعني هذا اللي نقوله له، لكن الضرر والشر هو في وجوده وتمكرسه تحت الغاز وتحت النفط، ويعني ومعتبرها سلاح لإشعال النار في الغاز ولا في النفط ولا في محطة الكهرباء ولا هذه أشياء، هذه جرائم لما تندار بعد عقابها معروف، كنا حد يعرف عقابها لما تحصل العملية هذه. لكن احنا اللي نبوه هو أن يعفي نفسه وأن يعفينا ويعفي الليبيين من هذه الخسائر ومن الدماء، ويخرج ليسلم نفسه الأهل والجيش، وهذه ما تعتبرش هزيمة بالنسبة له لما يسلم نفسه، هو مش يعني اللي جاي مهوش جيش أجنبي، مهوش زي محتل، مهوش زي غازي، اللي جايين الليبيين أبناء ليبيا، وبالتالي عندما يسلم نفسه ويسلم نفسه لأهله ولدولته والعربة يعني بصراحة، وإحنا معاه ومن وراه لن ينال أي سوء إلا بالحق، يعني هذا الذي نعم تحت إطار ومظلة القانون كما تؤكد البشر. نعم إلا يقرر القانون ولا يفرض القانون، إحنا كلنا تحت القانون وكلنا عرض المحاكمة كلنا عرض للتحقيق، كل الليبيين فرحين بأن يكون فيه قانون وبأن يكون فيه تحقيق وبأن يكون فيه عدالة. هذه من ضمن مطالب ليبيا، من ضمن مطالب الشعب الليبي، أن إحنا لدينا عدالة، لدينا محاكم، لدينا تحقيق عادل، وبالتالي إبراهيم لن يكون إلا ليبي من ضمن الليبيين ينطبق عليهم وينطبق على الليبيين. فاللي نطالب بها هو أن يفك روحه من هال من هال من هال البرنامج الإدارة، وإذا كان عنده تعليمات صادرة لحد من الشباب يلغي تعليماته ويسرحهم ويخليهم يروحوا لهلهم. إحنا ما نبوش منهم شيء إلا أنهم يرجعوا لبيوتهم ويرجعوا لمنازلهم، يرموا سلاحهم ويعيشوا كيف ما عايش أجدادي وعايش بشر البريقة راس لنوف السدرة، كلهم فرحين. فهؤلاء المجموعة اللي انفرد بها، هذه المجموعة اللي انشق بها من القبيلة، نحن نطالب عودته وعودتهم جميعا للقبيلة وعودة حتى أبناء قبائل أخرى موجودين معاه من قبائلنا وقبائل المنطقة. ابقى معي باشا صالح لطيوش، لو لديك تعليق على حديثه الآن أستاذ فرج زيدان على حديث الباشا صالح لطيوش. لا أنا بالعكس، أنا يعني اولا وجه التحيه لابانا ولشيخنا الجليل الباشا صالح لطيوش،
مواقفه ليست بالجديدة، صوته وصوته الوطني وانحيازه لصالح الوطن هذا منذ يعني منذ فترة طويلة جدا، صحيح. ونحن نعلم حقيقة موقفه الآن، وكان لديه يعني بصمة مهمة جدا في إتاحة المناخ أو الأرضية لدخول القوات المسلحة بهذا الشكل، بهذا الشكل السلمي، رغم أنها قوات مسلحة لكنها دخلت أشبه ما يكون بشكل سلمي دون إراقة دماء كما تكلم الباشا صالح لطوش. وهناك جنود آخرين مجهولين سواء على مستوى الأعيان، سواء على مستوى المؤسسات الشبابية، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، الكل طالب بعودة الجيش، الكل طالب بدولة القانون. كفانا عبثا وكفانا فوضى. أنت تعلم بأن الآن أصبح المواطن الليبي إن سعر صرف الدولار الآن أصبح يعني كبير جدا، الاقتصاد أصبح الآن يعني يعاني الويلات، أزمات السيولة، هذه كل من بين هذه الأسباب تسبب فيها السيد إبراهيم الجذران ومن معه. ولذلك أنا أشاطر ما قاله الباشا وأبينا صالح لطيوش، بل ويعني أضيف أيضا أناشد الشباب المتحصنين الآن في ميناء الزويتين الآن بأن يلقوا أسلحتهم، وبأن الصدور ستكون مفتوحة والعقول ستكون مفتوحة لهم الآن. هلم بهم، والله هم أخوتنا، لا نريد لهم سوى الخير، لا نريد لهم أن يكونوا وراء أمجاد أشخاص. من هو إبراهيم الجذران كشخص؟ من هو على سبيل، ومن فلان ومن فلان؟ نريد أن يعودوا لحضن الدولة، وستكون الدولة الآن هي الأم لهم الآن. هناك ما يعني مشاريع الآن تنتظرهم، سواء أرادوا الانخراط في المؤسسة العسكرية فمرحبا بهم، أرادوا الانخراط في المؤسسات المدنية فمرحبا بهم، ولكنهم نريد منهم أن يكونوا فعلا يدا في يد الدولة، وليس يدا في يد يعني القوات الاستعمارية أو المشاريع الخاصة التي ليست لها علاقة بالمصلحة الوطنية. فلذلك أنا أثمن ما قاله الباشا صالح لطيوش وكل العقلاء وكل الحكماء الآن الذين لا هم لهم إلا أن تعيش ليبيا دولة حرة ذات سيادة ومستقلة. طيب الباشا صالح لطيوش، افسح لك المجال الآن، هل أنت معي باشا صالح؟ نعم سيدة، افسح لك المجال، كلمة أخيرة لو سمحت لي. أولا أكرر شكري للقناة الحدث، وأكرر شكري السيد علي محمد سراج زيدان، موجود معاك أخونا وصديقنا وجارنا راهو، ونحترموه لأنه من المناضلين من أجل هذا الوطن بلسانه وبقلمه وبشجاعته بصراحة. أنا كل ما لدي أن أهني الشعب الليبي بالعيد المبارك، عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان. أتمنى بعون الله أن تحرير ليبيا وعودة ليبيا جميعا للليبيين، ولا يكون هناك أجزاء مخطوفة أو مدن مخطوفة زي ما هو موجود الآن في غرب ليبيا ولا في جنوبها. نتمنى أن ترجع كما رجعت برقة إلى أهلها، أن ترجع ليبيا بالكامل وأن تكون تحت سيطرة الشرعية وتحت سيطرة القوات الليبية المسلحة. أيضا أكرر ندائي لأبنائي في المنطقة الوسطى، أكرر ندائي لأنهم ليسوا للمغاربة فقط ولكن من جميع قبائلنا، أطالبهم بالعودة، وأكرر لهم بأن نحن أباءهم ونحن أهلهم، ونحن لن نذلهم على شر، نحن نعمل على سلامتهم وعلى راحتهم، وليتأكدوا بأن نحن احنا الأهل واحنا الآباء، ونحن من يحرص كل الحرص على سلامتهم. بالتالي عليهم العودة إلينا، وعليهم العودة إلى حضن قبائلهم، عليهم العودة إلى حضن الدولة، عليهم تسليم أنفسهم للجيش الوطني، وسنكون نحن جميعا دعم لهم وعون لهم، ولن يصلهم بعون الله إلا الخير. فأتمنى بعون الله أن ما عشت تكرر هذه الأشياء، وأتمنى بعون الله إن شاء الله الزويتينة تعود كما عادت رأس نوف والسدرة بسلم وسلام وبدون إراقة دماء، وهذا ما نتمناه من الله سبحانه وتعالى. ونتمنى لليبيا كل خير، بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. وانت بخير الباشا صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة، شكرا جزيلا لك. وأيضا أستاذنك أستاذ فرج زيدان، مشاهدين الكرام نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة عبر قناة ليبيا الحدث. نتوقف الآن مع فاصل يتخلله موجز لأهم الأنباء، أو فاصل قصير، نتوقف الآن مع فاصل ثم يتجدد اللقاء، تفضلوا بقائي معنا.